الشرع والدين لا يؤخذ من الشبكات، إنما يؤخذ عن المصادر الصحيحة، عن الكتاب والسنة وعن العلماء الراسخين. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أو أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. فالأمر يرد إلى العلماء في أمور الدين وإلى الأمراء في أمور السياسة، أمراء المسلمين يرد إليهم الأمر في أمور السياسة والقيادة، وأما أمور الدين فأولو الأمر هم العلماء، يرد إليهم هذا المشكل. نعم.